ألان أبي رزق يلي ما هو رح نحكي عن تمويه الحيوانات. أهلا وسهلا فيك دكتور. عم نحكي عن هالحيوانات، وأول ما نقول تمويه بركي بعض الأشخاص ما فهموا شو منقصد تحديدا بهالكلمة، خبرنا أنه عرفنا أنه في نوعين. هلو أول شيء، بس نحكي عن تمويه الحيوانات بنكون عم نحكي عن نوعين تمويه. أول تمويه اللي هو هذا الحيوان during the evolution تبعون هالسبيشيز تغير شكله وتأقلم ليصير بيشبه شيء معين بالطبيعة، والتاني نوع تمويه هو هذا الحيوان اللي قادر يغير بشكله باللحظة ذاتها حسب الظروف معينة كرمال لا يحمي حاله. لأنه عندنا نوعين الحيوانات بتتموه، الحيوانات اللي بنقول عنها نحن predators يعني اللي بده يهجم بغير شكله كرمال لا يهجم، وعندنا البراي اللي هي الحيوان اللي بده يغير شكله كرمال لا يحمي حاله من الحيوانات التانية اللي بدهم ياكلوا. يعني ذكرت شيء غريب شوي، الحيوان يلي مع تطور السنين تغير تيصير بيشبه نوع ما بعرف شيء موجود بالطبيعه. ايه هيدي الادابتيشن عملها الحيوان during the evolution على لوف السنين، صار مثلا ممكن يشبه الحجر، ممكن يشبه الورق، ممكن يشبه حيوانات تانية، بيستعمل هالطريقه كرمال تيحمي حاله. مثل اي حيوانات عم نحكي؟ عندنا كم حيوان رح نحكي عنهم. اول حيوان كتير مميز عم نحكي عن الديد ليف باترفلاي، يعني عم نحكي نحن عن فراشة الورقة الميتة. هيدي الفراشة موجودة مينلي بإنديا أند جابان. عم نحكي عن فراشة مثل ما شفتوا الجوانح تبعولها كأنه ورقة، كأنه ورقة ميتة. هلا هن مسكرين شكلهم ورقة ميتة، وقتها بتفتحهم هي فراشة ملونة كتير بالواقع. بتستعمل هالطريقة كرمال تتحمي حالها من البريدترز، يعني يجي حيوان تاني ياكلها. تمويه كاموفلاج. وقوية لدرجة انه حتى وقت يكون الطقس رطب حتى الورقة يعني بغير كأنه لونها، بصير بغير لونها بصير كأنها ورقة رطبة، وقت يكون الطقس ناشف الورقة اليابسة يعني الجوانح تبعولها كمان بصير لونهم كأنهم يابسين تتتخبى. مزبوط. شو حلو انه قد ايه حتى هالحيوانات او حشرات صغيره ممكن تتغير وتتحول لحتى تحمي حالها. معنا حيوان ثاني، معنا كمان حشره ثانيه كمان اسمها ديد ليف مانتس، يعني هذا اللي مسمينه احنا بالعربي فرس الشيطان، كمان شكله مثل الورقه، موجود وين ما كان وفي كذا نوع سبيشيز. هذا حيوان كثير عاقل وما بيهجم وبيخاف كثير، وعنده شغله انه شكله هيك مثل الورقه، وزياده اذا قرب عليه بريدتور معين بيعمل حاله ميت. لا بس لحظة، هلا شفنا قبل ورقة خضراء، هيدي شو ورقة؟ لا ورقة عادي وهو لونه مثل الورقة الميتة لونه بني. هذا حيوان كمان بخاف. طيب شو هالذكاء عند الحيوانات يلي نحن بنفكرها انه مش هالقد بركة، كيف بتخلق؟ ايه بتخلق هيدي عندهم، يعني هيدي هي الايفوليوشن، هذا هو الحيوان اللي قرر انه انا قادر ضل موجود بهيدي الدنيا رغم الظروف الصعبة اكسترا. بعد حيوان بيحمي وجوده، بيحمي وجوده مزبوط 100%. هنا عم نحكي عن حيوان بعد أقوى، ما بعرف إذا المشاهدين إشعوه ولا بعد. هذا الحيوان صراحة ما أشعنا. اسمه كومن بارون كاتربيلر. هيدي دودة مخبية على ورقة الأفوكا إذا نطلع مزبوط. يعني هذا الزيح الأبيض هي الدودة؟ الزيح الأبيض، وعم نشوف نحن مثل الإجران تبعولها. هيدي كاتربيلر بتتخبى على ورقة الأفوكا كرمال تا ما يجوا الحيوانات التانيين يكلوها. لا ما فسر لي، أول ما شفتها لأن قطعت قبل الصورة فكرت أنا إنه ورقة عادية، يعني ولا كنت بتخيل إنه معقول يكون في دودة جوي. ها أكثر واحد حامي حاله. هذا حامي حاله مزبوط. وقتها بصير فراشة، الفراشة كمان ملونة ومختلفة كلياً لأنه صار تقدر تطير، بطل عندها خطر الحيوانات التانيين. حتى تحمي حاله. قد إيه اندمجوا بالطبيعة؟ بيندمجوا مزبوط. هلا بعد عندي هلا تو اذر انيمالز، عم نحكي عن تو ريبتايلز اسمهم جيكو. جيكو يعني عم نحكي عن الحربايه، بس هودي الحربايتين هيدي واللي من بعدها هودي موجودين بمدغاسكر. هيدي اسمها موسي ليف تيلد جيكو، وهيدي اسمها ساتانيك ليف تيلد جيكو، يعني يا بتشبه نحن بنسميها الطحالب او الخشب أو بتشبه الورقة الميتة، وقادرة تبلطح جسمها على الخشب بتفكريها إنه مش موجود نهائياً. مبينة منها وفيها، يعني كأنه من شجرة كانت مبينة، يعني بركي لو مش فاتحة تمها ما كان واضح إنه مظبوط، كأنه ورقة. ورغم هالبوتنشل اللي عندهم هودي حيوانات معرضين للإنقراض كمان، لأنه كثير العالم بتنبش عليهم ليحطوهم بالأكواريومز أو تيهتموا فيهم بالبيت أز بيت، كمان هودي معرضين للإنقراض، بنجرب نحافظ عليهم. مين اللي موجودين بس بمدغاسكر؟ بس مثلا اخر اثنين اللي شفناهم بيعتبروا عاده بيأذوا الانسان او لا؟ لا لا ابدا، هودي حيوانات كثير عاقلين بس بياكلوا حشرات. هول اذا نحن بالغابه وحدنا ولا بشكل ممكن تقشعهم؟ نعم. هلا رح نحكي عن البريدترز.
كمان هلا رح نحكي عن بريديتور، رح نحكي عن الولف سبايدر. اوكي، اذا كمان المشاهدين اشعوها ولا لا، عم نحكي عن ارتيلات موجوده وين ما كان، وعندها بوتنشل يكون لونها بيشبه الرمل او بيشبه البحث كمان، تتقدر تهجم على البريز تبعولها. هذا ثقيل للانسان. انت عندك مشكله بالسبايدرز؟ نحن هلا كثير منصدمين اذا بدك. عم نشوف الصور، مش عم صدق انه عن جد هيك موجودين هالانواع من الحيوانات، وكيف بيلاقوا موقعهم، يعني انه هالقد بيشبههم. لازم نطمن اذا في منهم بلبنان او لا. لا، هيدا الولف سبايدر، هي الولف سبايدر مش موجوده بلبنان. الحمد لله. بنفضل نشوفه ونعرف وين ما كانوا، لان بنأمل مع نعم على البحر كمان. هلا راح نشوف كمان سمكه اسمها ستون فيش. هيدي ستون فيش، هيدي اتس بريديتور، بس يقرب يعني بتقطع سمكه ثانيه ما بتعرف انها هي سمكه، بتعقصها من وراء عندها مثل حربه نيوروتوكسيك، بتقتل ساعتها البراي تبعها. بتاذي السمك والانسان كمان ولا بس السمك؟ هلا بس هي بتاذي الانسان، ممكن تاذي الانسان بس كتير. وجودها غميق كثير بالبحر، يعني ما مش مطرح اللي فيه تواجد انسان. واجمالا بتتصيد حيوانات اصغر منها بالحجم، يعني هي مسمه بتتغذى منهم ولا بس بتتصيدها وبتاكلها للاكل؟ الف صحتين. الف صحتين. كمان رح نحكي عن حيوان تاني بالبحر اللي هو الأكتوبوس. هيدا الاندونيسيان ميميك أكتوبوس، عنده بوتنشل يغير شكله بثواني. أنا هذا الوحيد اللي بعرفه. يعني بيقطع على شيء أسود بالثانية بصير لونه أسود، بيقطع على شيء أبيض بغير لونه. كمان هيدي طريقة تيحمي حاله من الحيوانات التانيين، وحتى عنده بوتنشل أنه يغير شكله، يعني ممكن يتقلد سمكة تانية أو ممكن يتقلد حجر أو شيء تاني كرمال تيحمي حاله. حلوين كثير. بعد معنا شي صور عن بعد معنا حيوانين، واحد طائر اللي هو عم نحكي عن الجريت هورند اول، يعني عم نحكي عن البومه الموجوده بامريكا، كمان عندها بوتنشل تتخبى تقدر تتصيد مينلي الفيران والحيوانات. واخر حيوان بدي احكي عنه هو التايجر، يعني في كثير عالم ما بتنتبه انه ليه التايجر لونه هيك بني ومزيح اسود، او البانتير كمان مرقط. هو مالي بيعمل كاموفلاج ليقدر يتخبى ويقدر يهجم على البريز تبعوله ويقدر ياكله. يتصيد. هو من اقذى الحيوانات للانسان، يعني نحن هذا يعني هذا حيوان كثير بخوفنا، بس هو هالقد لا هلا ولا في حيوانات تاذي اكثر؟ في حيوانات تاذي اكثر. ما ننسى انه اكيد النمر خطر، بس النمر اتس مامل، والممل الثدييات هن حيوانات نسبيا عندهم سوشيال لايف، نسبيا ما بيهجم بلا ما يحس حاله فعلا بخطر. يعني الانسان ما قرب عليه بهدف انه يأذيه ما راح يهجم، وعاده بيهجم كرمال تا ياكل. اي حيوان بيعمر اكثر شيء، بيعيش اكثر شيء، وكم سنه تقريبا؟ هلا اذا ما نحكي عن الحيوانات اللي بتعمر، عم نحكي نحن عن الزلاحف اجمالا. بيقولوا الكروكودايلز والرابت الزلحفه ريبتايلز. مالي الزلحفه بيوصل عمرها لل 120 سنه. واو، بس قد ايه صار لهم قديما يقال انه الريبتايلز اكثر شيء، يعني صار لهم بنشوفهم من ملايين السنين. ما هن الريبتايلز هن ناتشرال ايفولوشن اذا بدنا نحكي للديناصورز. اوكي، وفي كثير ريبتايلز بيعملوا كاموفلاج، يعني حتى اذا كنا عم نحكي نحن عن الكروكودايل حكينا عنه بالحلقه الماضيه، كمان بيعمل كاموفلاج لانه لونه الاخضر وشكله بيبقى مخشبر كله سوا ليقدر يتخبى مزبوط بالمي او بالنبات تقدر يهجم على الحيوانات. بركي بنعمل هيك حلقه شي مره عن الحيوانات اللي بتعيش يعني الاكثر عمرا. اذا السلحفاه، انا هلا بدي احكي عن حيوان بس منه حقيقي، صار عمره 90 سنه، ميكي ماوس. رح نشوف هيدي الفاره بهذا الريبورت.